يا هلا ومرحبا. رحت إيكيا قبل كم يوم، نزلت لكم في الفلوج وأخذت الوجبة هذه اللي هي دجاج مشوي مع الماش بوتيتو مع شوية رز وخضار. حبيتها مرة فقررت إني أصورها معاكم. بسيطة جدا، ما يبغى لها شغل كثير. طبعا بطاطس رح تسلقوها، يعني من حبة إلى حبتين حسب الكمية وحسب العدد. سلقتها مع شوية ملح. جبت صدور الدجاج الفيليه، تبلتها قليتها لوحدها، وبعد ما استوت نص استوى طلعتها وحطيت البصل نفس الزيت الزيتون، حطيت البصل والكزبرة والثوم. طبعا الفيليه بس شوحتها بزيت، بس ما حطيت لها شيء إلا بس فلفل أسود وملح. الحين رجعتها على نفس الصوص هذا، تكمل سواها مع البصل الثوم وتأخذ النكهات. زدت عليها شوية كمان فلفل أسود وسويت لها صوص هنا عبارة عن، حكتب لكم هي إن شاء الله في المقادير أفضل، فيها زبادي وفيها صلصة فرنسية. المهم حطيتها عليها وخليتها لغاية ما تستوي، وبعد كذا أخذت الخضار. خذوا الخضار اللي أنتوا حابين تسلقوها، بروكلي وبازاليا، وهنا زينتها بالبصل الأخضر. بعدين عملت شوية نشا معمع وضفت عليها صوص الصويا الحلو على أساس اللي هي الصوص اللي ينحط على الماش بوتيتو. طيب طبعا البطاطس هرستها مع وصلة زبدة وفلفل أسود وملح وشوية حليب وهرستها. بس حطيت خضار مسلوق وحطيت البطاطس وعليها الصوص هذا، والدجاج بعد ما استوت لذيذة ومفيدة وصحية وتغيير الروتين.